أحرمت من الميقات وتبين لي أن الإحرام لا يستر العورة بعد أن لبسته، واشتريت إحراما آخر من الميقات نفسه، ونويت أي تلفظت بالعمرة مرة أخرى، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، يجوز تغير ملابس الإحرام ولا تلفظ بالعمرة مرة أخرى، يكفي عقد النية باللباس الأول، فإذا أردت أن تستبدله بلباس ثاني فلا مانع من ذلك وأنت باق على إحرامك من الأول. نعم.